معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حسام برحب بك في البدايه وببارك لك على المباراه النهارده، مباراه جيده. النادي الاهلي حقق الاهداف من هذه المباراه وهو الفوز والحصول على 3 نقاط رغم حسم بطوله الدوري. لكن في البدايه عايز اخد تقييمك لاداء اللاعبين النهارده، خصوصا في ظل مشاركه بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد عن المشاركه خلال الفترات السابقه، وايضا في ظل عوده بعض المصابين خلال هذه المباراه. طبعا في البدايه تحياتي لل كابتن محمد فاروق، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. انت ما بتقوليش وهما بيزعلوا يعني، تحياتي ليكم. مش مديني فرصه، انا عمال اضحك عشان انت مش مديني فرصه، انا عرقان وعاوزها. تحياتي ليهم جميعا. طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهارده، وزي ما انا بقول يمكن المرحله الحاليه في ثوابت، احنا باكد ان احنا بنشتغل عليها بالرغم الحمد لله حسم بطوله الدوري العام، لكن هناك ثوابت بنشتغل عليها واللعيبه مقدره الكلام ده بشكل جيد جدا وبوعي كبير جدا، وهو الفوز وطريقه الاداء حتى بتغيير الافراد نتيجه طبعا عوامل كثيره جدا، يعني بنريح بعض الناس وفي نفس الوقت بنشرك بعض الناس زي ما انا قلت، لان يعني احنا اشتغلنا على مدار موسمين، ففي اجهاد بدني واجهاد ذهني، والتملي دائما بقول ان الاجهاد الذهني في بعض الاحيان بيبقى يعني اخطر بكتير جدا او بيبقى متعب بكتير عن الاجهاد البدني، فبنستغل الفتره دي عشان نريح بعض اللعيبه، بنشرك بعض اللعيبه عشان ناكد شغلنا اللي احنا بنشتغله، وهم ياكدوا الكلام دوت بادائهم وشغلهم مع المجموعه. وبالفعل الحمد لله بنشوف يعني النهارده ادائنا مع وادي دجله بالرغم من النتيجه 1-0، لكن في اهداف كثيره جدا ضايعه، وانا بشكر اللعيبه على ادائها النهارده وعلى فترات وتحكمها في رتم المباراه وتغيير طريقه الاداء في اوقات كثيره في المباراه، فبقول الحمد لله الاهداف بتتحقق، وبننظر ان شاء الله للمرحله الجايه اللي هي لسه فيها كاس مصر ان شاء الله ومشوارنا الافريقي، فيارب ان شاء الله نصل الى ابعد محطه ونحقق كل اهدافنا في المرحله المتبقيه. الاهداف دايما من وجهه نظر الجهاز الفني بتبقى مختلفه شويه عن الجماهير، لكن في هدف مهم ويمكن النادي الاهلي خلاص حققه او قرب يحققه، هو عدد الاهداف في موسم واحد. اكتر عدد اهداف كان 72 هدف، الاهلي النهارده وصل ل 70 هدف، ادي ده هدف من الاهداف الخاصه بفريق النادي الاهلي. في ايضا النادي الاهلي فاز على كل انديه الدوري هذا الموسم، ودي حاجه ده هتحقق النهارده بعد ما فزنا على وادي دجله، خصوصا احنا اتعادلنا معاه في الدور الاول بنتيجه 1-1. اهداف عديده كابتن حسام البدري، ودايما دي سمه من سمات النادي الاهلي مختلفه عن اي فريق رغم حسم بطوله الدوري منذ عده اسابيع. لابد ان انا اشكر اللعيبه، يعني هي بالفعل برضو الاهداف دي في حساباتنا، واتكلمت فيها مع اللاعبين، واللاعبين طبعا عندهم وعي كبير، وبقول الحمد لله يمكن النهارده بيتحقق زي ما انت بتقول حاجه ما اتعملتش من 14 سنه، ان فريق يفوز على كل المنافسين اللي موجودين ان شاء الله باذن الله. لسه متبقي لنا 3 مباريات ان شاء الله نوفق فيهم برضو باذن الله، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول ان انا بشكر اللاعبين، لان طبعا كل اللي بيتم ده بمجهود جماعي سواء احنا الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين، فاكيد كلنا مشتركين في الانجازات او الايجابيات اللي بتحصل، وان شاء الله لسه عندنا يعني بقول يمكن هي ايام قليله تقريبا لغايه يوم 22 مايو ان شاء الله، لكن مرحله مهمه جدا ان شاء الله. الموسم الماضي كنت سجلت مع حضرتك وسالتك ايه اللي ينقص النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يتطور في الموسم القادم، قلت لي سرعات. امتلكت سرعات السنه دي، فامتلكت اهداف كتير، امتلكت عدد نقاط كتير. من وجهه نظر كابتن حسام البدري اللي هي اكيد مختلفه عن كل وجهات النظر الاخرى، ايه اللي ينقص النادي الاهلي للتطوير الاكثر؟ وانا عارف كابتن حسام البدري دايما مهما وصل لحاجه بيبقى عايز الاحسن والافضل، والتطوير دايما مستمر. عشان كده بقول لك لا، لسه في نواقص، لسه في نواقص طبعا. اذا قلنا ان في سرعات موجوده، عاوزين برضو ربط السرعات ديت بالمجموعه اللي تحت السرعات شويه، لان السرعات دي طبعا اذا كنا اي حد بيتكلم عن السرعات فبيتكلم فيها في الخط الاخير اللي هو بيصل بيه الى التهديف او الى انهاء الشكل اللي هو بيلعب بيه، وساعات السرعات كمان مش بتبقى للفرد بس، انت السرعات بتبقى للناس اللي موجوده حتى للظهراء يعني حتى للمدافعين، لكن في طبعا سرعات موجوده عندنا لكن محتاجة بعض الربط وفي نفس الوقت محتاجة بعض الدقة، فكل ده بنشتغل عليه وإن شاء الله بإذن الله نوفق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. أنا بشكر المجموعة اللي موجودة معايا ومقول معايا يعني مجموعة لعيبة مميزة وأنا ببقى سعيد بيهم، وإن شاء الله بإذن الله في المرحلة الجاية لو في حاجة محتاجة تطوير إدارة النادي ما بتتأخرش يعني. إن شاء الله بالتوفيق دايما كابتن حسام. شكرا.